بسمة. يا أهلا وسهلا فيك. موضوعنا اليوم هو كيف أعيش الإطمئنان والسلام الداخلي في مرحلة كورونا. صحيح أنه كورونا دخلت علينا السنة سنة 2020، إلا أنه صلنا فترة طويلة عايشين فوضى عارمة. في عنا فوضى اجتماعية، في عنا فوضى أخلاقية، في عنا فوضى سياسية، في عنا فوضى اقتصادية خانقة، في عنا فوضى بالعلاقات حتى ضمن الأسرة الواحدة. واكتملت دائرة الفوضى بدخول كورونا، يعني زاد القلق الواحد على حاله، على حبايبه، زاد القلق على رزقته، في ناس انقطع رزقها. فيعني الوضع غير مريح ابدا مثل ما انت عارفه، وبهيك اوضاع سهل انه الواحد يغيب عنه الاطمئنان ويغيب عنه اليقين انه امر المؤمن كله خير. اكيد في رسالات ربانيه موجهه لنا بتطمننا بتريحنا. نحن حاليا بداخل العاصفه، داخل العاصفه، الامواج عاليه، العواصف مخيفه، بس كيف نشوف شط الأمان ويكون عنا يقين أنه رح نوصل لشط الأمان وتكون رحلتنا رحلة اطمئنان وليست رحلة خوف وهلع. بحب أسمع منك بسمة. نعم، يا ميت أهلا وسهلا فيك. بسم الله أهلا. الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين. ونحن نعيش هاي الأيام اللطيفة في ذكرى مولد الرسول عليه الصلاة والسلام، نستذكر الآية الكريمة: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهذا وعد إلهي، وعدنا الله سبحانه وتعالى إنما لن ينقصنا إلا أن نقول يا رب، من قال يا رب ثم استقام وكأنه ملك الدنيا. فالحمد لله على كل حال، هذه رحلة، الحياة هي رحلة. ربنا في كتابه العزيز قال: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. فهي رحلة بدنا نمر فيها بكل ما تحمل من جمال وألم وفرح وعمل. فنحن خلقنا الأساس من خلقنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا بدنا نعرف كلمة العبادة، هي أي عمل يرضي الله سبحانه وتعالى. فنحن أتينا حتى نستمتع بهذه الحياة في الدنيا حتى نستحق بعدين الجنة. فنحن خلقنا للجنة ونزلنا هون حتى نستمتع بهذه الحياة ونمتحن ونتغلب على أنفسنا ثم نرتقي. فالحمد لله على كل حال، الله يا ربي هيك يهدينا أنه نقدر نوصل للرسالة بالطريقة الصحيحة. فهذه تأملات قرآنية في زمن الكورونا إذا بقدر أسميها. وأول ما يحضر ذهني سورة العصر، وحتى قبل ما نبدأ فيها بدي أقرأها هيك للمشاهدين: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإذا بدنا ناخذ كلمة العصر، وهي التي أقسم بها الله سبحانه وتعالى، فلها عدة معاني. العصر هو الزمان، الآن ربنا بيقسم بهذا الزمان والعصر، وفي أي زمان، لأن القرآن نزل لكل زمان ومكان. والعصر بفترة من اليوم الذي نعيشه، هي تحدث بالوسط ما بين قبل انتهاء النور وقبل حلول الظلام، فتنذرنا بقرب نهاية اليوم. والعصر كمان يأتي، إذا بدنا نسميها بأسميها، من عصير. فحتى نحصل على أفضل شيء من أي مادة نعصرها على الآخر حتى تطلع منها أحسن شيء. فكمان في هذا القسم ربنا بده يعصرنا، لما يحكي عن السحاب المعصرات، فبعد ما ينعصروا مزبوط ينزل الغيث. وكمان نفس الشيء الإنسان حتى لما يمتحن ويبتلى يتفوق على نفسه بأن يخرج أحسن ما عنده. فربنا كمان هون بنذرنا أنه نحن حقيقة كنا في غفلة مثل ما تفضلتي. سبب الفوضى اللي عشناها هي في النهاية البعد عن الله. فإذا منتذكر في عام 2000 صابنا نفس الهلع والخوف، إنه نحن شو بده يصير بس يدخل النيو ميلينيوم، هذا الزمن اللي كله أصفار. وفكرنا فيها لفترة قصيرة من الزمان ثم تغاضينا عنها ومشينا بها الدنيا ومشينا بنفس الغفلة. صحيح، صرنا نتسابق في الإشياء. أولا الطمع ضرب أطنابه للحقيقة في على كل المستويات. اللي عنده نعمة صار بده من زيادة منها ونسي المنعم،
اللي عنده بيت صار بده أكتر من بيت، اللي عنده سيارة صار بده أكتر من سيارة، وعزاها لنفسه. سبب بقاء النعمة أن تتذكر المنعم وتشكره. وربنا سبحانه وتعالى إذا بدنا نطلع على سبب اسم الرب، أتى من الربوبية، بده يربينا. فإذا بدنا نطلع سبحانه في مكانه رب العباد، أتينا هنا فنحن عيال الله، فأنفعنا لهم أنفعنا لله. فهو طلب، جئنا إلى هذه الدنيا حتى ننفع بعضنا بعضا، ولكن نحن تناسينا وصرنا نقول أنا أنا أنا. فجاءت الكورونا حتى تذكرنا أنه أنا صحيح مهمة، لأنه صلاح الفرد من صلاح المجتمع، وإذا صلح الفرد صلحت حياته، وإذا صلح المجتمع صلحت الأمة. ولكن أتت الكورونا تذكرنا بنحن، نحن ما بزبط أنا أكون لحالي مبسوط، أكيد. لازم الكل يكون معي مرتاح. فنعود إلى السورة الكريمة، إن الإنسان لفي خسر. نحن هلأ وجدنا مع الكورونا في حالة خسر، خايفين على صحتنا، خايفين على الكبار من العائلة نخسرهم، خايفين على عملنا، خايفين على رزقنا، خايفين على ما نملك من الأمر. فشعرنا بهول هذه اللحظة، فهي تذكير من رب العباد أيضا بيوم القيامة. إذا منتذكر بسورة عبسة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. فهلأ مريض الكورونا ما حدا بقدر يزوره، لا أخوه ولا أبوه ولا ابنه ولا زوجته ولا حدا. فعدنا إلى أن نكون نحن في أنفسنا في مواجهة الله سبحانه وتعالى، ولكن لا ننسى أنه رحمن رحيم كريم رزاق عفو محسن جبار قدوس قيوم. فكل هاي نسيناها وصرنا نفكر بالأنا. فأتت الكورونا حتى تعيد تنظيم أولوياتنا في الحياة، وحتى نرجع نفكر أنه أول شيء بدنا نقول يا رب، ونستند على هذا المربي الذي خلقنا حتى نستمتع بربوبيته ونذكره ونحمده ونشكره. والحمد والشكر يرفع ذبذبات الإنسان، لأنه لما يكون في حالة حمد، مشان هيك ربنا في كتابه العزيز بدأها في أول الحمد لله رب العالمين، ترتفع ذبذبات الإنسان. فإذا استشعر الإنسان بالنعمة بصير في عنده كيف منحط هلأ واقي، من منحط الكمامة، منحط الواقي على الوجه. فالحمد هو الواقي. لما تكون أنت في حالة حمد ومتصل مع الله، على طول تحيطك رحمة الله سبحانه الله وتعالى. سبحانه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فلما نبدأها وندخل بعدين إلى سورة العصر، ويقول إن الإنسان لفي خسر. أنا أعطيتكم 20 طبعا كل العمر، لأنه العمر غفلة أصلا ما منحس فيه. يعني هلأ تسألي واحد عمره 90، كانوا لما جداتنا يقولوا العمر غفلة ما كنا نفهم، نقول السنة الجاي يا بي لسه فيها سنة، تقول تيتا الله يرحمها يا بنتي السنة ورا الباب. هلأ لما للطفل يقول ما في ساعات كافية لأنهي واجباتي المدرسية، معناها راحت البركة. فحتى نستعيدها بدنا نرد نتذكر إنه ربنا سبحانه وتعالى هيأنا وقال إنك في خسر، والعصر إن الإنسان لفي خسر. ولكن إذا بدنا نرجع للإنسان، كلمة إنسان مشتقة من النسيان. فالإنسان خلق لأنه ينسى كمان حتى يقدر يستمر في الحياة. فهون إجا التذكير إن الإنسان لفي خسر، ولكن ربنا استثنى قال إلا الذين آمنوا. فأول شيء مطلوب منا الإيمان، لأنه لما نؤمن بوجود الخالق ونكون من الموحدين اللي بنعرف انه هو هناك حتى يعيننا، اياك نعبد واياك نستعين، ونستشعرها ونتذكر انه بذكره تطمئن القلوب، نرتاح. فزي اللي حاطط نظاره، ممكن هاي النظاره تشوف تكون لونها خضراء فبيشوف كل شيء اخضر، صفراء بيشوف كل شيء اصفر، احمر لما نشوف الضوء الاحمر بنعرف انه خطر منوقف. فصوره العصر هي هاي الاضاءه عم بيقولنا وقف، أعيد النظر في حياتك، شوف أنت شو وين رايح. أولا أنت علاقتك مع الله، لأنه إذا استوت علاقتك مع الله تستوي علاقتك مع الآخرين. فمنلاقي أنه الإنسان اشتكى هو من نفسه، لأنه صحته بطل يرحمها، دائما في سباق مع الزمن، لسه علي هيك وهيك وهيك وهيك، ما بناخد نفس،
نسينا مبدأ الصبح إذا تنفس، نسينا مبدأ الصلاة. الصلاة أتت حتى تعلمنا الالتزام والانتظام، حتى نعرف قيمة الوقت، حتى نعرف أنه في وقت لله، في وقت للعمل، وفي وقت للعائلة، وفي وقت للدنيا اللي عايشين فيها، للأرض، أمنا الأرض اللي نسيناها، فرفعنا منها الأوزون، قطعنا الأشجار. فإجا ربنا يذكرنا إنك لفي خسر إلا الذين آمنوا. فإذا اهتدى قلبك إلى الإيمان فلا يمكن يتركك لحالك، ولكن بدي أرجع أتصل. ففي عندنا ثلاث أنواع من الصلة مع الله. في المصلي الذي يتصل دائما بس يقول يا رب، فتح باب الصلة. في من أدى الصلاة، راح صلى، عمل كم حركة رياضية بس قلبه ما كان حاضر. وفي إقامة الصلاة اللي هي الدين القيم، إني أنا صليت فأقمت الصلاة فاستقمت فقمت بما هو مطلوب مني حتى أبقى على الصراط المستقيم. فأتت الصلاة حتى تحطنا على هذا الصراط المستقيم، ونحط أولويات في حياتنا. أنا هلأ مشغول، لا تقولي لي بدك تقومي تصلي، ما هو في وقت. نعم في وقت دائما، بس هاي الكورونا خلتنا نستشعر أنه ما في وقت. صح. لما نشوف أنه أبواب بيوت الله أغلقت في وجوهنا، كنا نروح نصلي جماعة، سووا الصفوف، رصوا الصفوف، منصلي ومنطلع بعدين، ما حدا مستعد يرص صف ولا حدا مستعد يصف. معلش أنا هلأ مش حاملة سك الغفران أقول هذا مشي صح وهذا مشي غلط. أنا الآن علمتني الكورونا إنه أنا بانتباهي لنفسي وباستقامتي وباطمئناني أن الله معي، إن كنت معه فهو معي. وإذا أنا اطمأنيت، هذه الطاقة التي استقطبتها من مصدرها من الله سبحانه وتعالى سيكون إلها أثر على الآخرين، ورح يستشعروها، وبعدين هم يمشوا على نفس الخطى. أنا هون بتلاقي أكثر الناس ما هو ما حدا ماشي. يا أخي أنت امشي بعدين الباقيين تمشي. عليكم أنفسكم، هذه آية في القرآن، لا يهمكم من ضل إذا اهتديتم. فإحنا إذا اهتدينا وكنا على الطريق المستقيم، آخر شيء أنا بدي حسب سورة العصر ناو إني أنا آجي أقول للتاني، أنا لما أكون ماشي مظبوط على الصراط المستقيم وعملت الصالحات. ما هو عمل الصالحات؟ آمنوا وعملوا الصالحات. إذا بدنا نطلع على كلمة صلح، من صلح شيء، في نوع من يعني ما بنقدر نقول فساد، خراب، بده إصلاح. فنحن لما نتطلع على الصلاة إنها هي بتعيدنا للجذر، وأنبتناكم من الأرض نباتا، فنسجد لله سبحانه وتعالى ونعود إلى الأصل، فنفرغ كل الطاقة السلبية ومناخد من أمنا الأرض الطاقة الإيجابية بتذللنا وخشوعنا لله سبحانه وتعالى، نشحن. فساعتها منشعر بقيمتنا إنه نحن آخرتنا هناك، ما حدا، وخلقنا الموت والحياة. فنحن راجعين إله، بدنا نواجهه. ففي من الكلمات الحلوة اللي سمعتها إنه لما ربنا سبحانه وتعالى يوم الحساب، والكورونا يشبه يوم الحساب، أنت عملت هيك ليش؟ والله دينا قالت لي، دينا رح أحاسبها. أنا عم بسألك أنت، هل قرأت؟ هل تدبرت؟ هل تيقنت؟ هل تفكرت؟ هل تعبت؟ فإذا سمعت هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إذا أنا بدعي إني أنا علمت، وفوق كل ذي علم عليم، ما بقدر أدعي إني علمت كل شيء، بس هذا العلم اللي أنا بدي إياه الآن هو أن يعيدني إلى الصراط المستقيم. حال ما كنت على هذا الصراط المستقيم، ربنا سبحانه وتعالى سيتحد مع كل من هو حولك، حتى عدوك يخدمك من حيث لا يشعر. أكيد أكيد، لأنه كلنا جند من جنود الله، مسخرين لبعض. فبنأتي عمل الصالحات، فالصلاة تعيد شحننا إيجابيا حتى أصلح ما في نفسي. إذا عندي طمع بصلحه، إذا عندي ضغينة لازم أطلعها، إذا عندي عقوق لازم أرجع، إذا أهلي موجودين أركض عليهم وأطلب رضاهم، وإذا مش موجودين أدعو لا نفسي ولا لهم بالمغفرة. إذا علي عمل أن تتقنه، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أين نحن من الإتقان؟ نحن قاعدين بالمكاتب، بدل ما نتطلع على حسن عملنا ننظر مين اللي داير بين المكاتب. يا أخي أنت اعمل اللي عليك والباقي عليهم هم. طيب نأتي إلى وتواصوا بالحق
وتواصوا بالصبر. هلأ نحن بالفطرة تبعنا مكتوب علم آدم الأسماء كلها. أسماء ربنا سبحانه وتعالى 99 مزروعة داخلنا بالفطرة، في سورة فاطر محطوطة هذه إذا نحكيها بعلم الأيام هاي عشان يفهموها الشبيبة، بالسوفت وير موجودة. فأنا لما بدي أكون أعيش اسم البديع فيجب أن أبدع، العليم فيجب أن أتعلم، الخبير فيجب أن أظهر أحسن ما عندي من الخبرة حتى أشارك بها الآخر، المحسن المتقين. فربنا سبحانه وتعالى قالنا إنه أنا جبتكم هاي الدنيا لأني بحبكم، إن الله يحب الصادقين، إن الله يحب الصابرين، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب العافين عن الناس. أين نحن من هذا؟ فلما أكون أنا في حالة، وأعوذ بالله من كلمة أنا، في حالة سلام داخلي مع نفسي، متصلة مع الله، مرتاحة لهذه التعليمات، أطبقها قدر المستطاع، لأنني أنا بنسى وبلتهي، هيك الدنيا لعب ولهو. فأنا في بالسوفت وير تبعي في لهو. فأنا الصلاة تعيدني، كيف هلأ بعلم اليوغا وبعلم التأملات إنه بترجع إلى الأصل وبتنادي، فهي نوع من أنواع التأمل والتفكر والتبصر في نفسك لما تتصل مع الله. فياما من الصحابة كانت تجرى لهم على عمليات جراحية وهم بيصلوا حتى ما يشعروا بالألم، فكانوا إلى هذا الكم متصلين مع الله. واو. وفي منهم كتير، ومنهم سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، عمر بن الخطاب. فنحن هاي يعني لما ذكروا الأنبياء في القرآن وذكروا الصحابة في السنة، مش بس علشان بقولك أنا مش نبي، لا، هم سميوا أسماء ونزلوا على شكل بشر حتى نتعظ ونتعلم منهم. أكيد. من الأشياء الحلوة اللي بحب أذكرها، سيدنا سليمان بيقولك اسم سليمان قدر يخاطب النمل وقدر يخاطب الهدهد لأنه عاش قمة السلام، فعاش سليمان، فالألف إجت حتى تثبت الصفة السلامة. عاش اسم الله السلام. سيدنا محمد عاش الحمد، كان في حالة حمد وفي حالة صبر دائم أبدا. في كل مرة كان يعصب أي حدا من الصحابة كان يعيده إلى الأصل بالصبر، وبشر الصابرين وبشر الصابرين. فنحن هذا الزمن أتى حتى يبشرنا بالصبر، حتى الصبر يحتاج إلى العمل، واعملوا آل داود شكرا. فأنا كوني في حالة شكر وحمد مع الله وأقوم بواجبي وأحسن فيه وأتقنه، سيتعلم الآخر. ولكن الرسول شو قالنا كمان عليه الصلاة والسلام؟ الدين النصيحة. إجا الدينة قالت لي يا بسمة وهي حصل اليوم، كيف أنت قادرة تعيشي هذا السلام؟ فأنا طالما دينة طلبت النصيحة فأنت تتواصي بالحق، فأنا حتى أوصيك بالحق يجب أن تأتي من قلب محب، لأن الله يحب الصابرين يحب المحسنين. فأنا لما باجي بوصيك ما بقولك طبعا يا دينا ما أنتي شفتي اللي عملتي، لا لا يجوز، لأنه على طول طفيت أي إقبال منك على التعلم. أيوة. وهون بيجي النبي الإيجابي عليه الصلاة والسلام لما يقول يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. وتواصوا بالحق. الحق، كلمة الحق لما تلفظيها تطلع من داخل مخارج الحروف، الحاء من أصعب الحروف اللي تنطق في الأمم غير العربية، والحق فتقيل. تواصوا بالحق لما يقولك يا حق. فأنا لما بدي أحكي لك شيء حق ممكن ما يعجبك، ممكن تحسي تقيل، يا ربي طيب أنا عايشة بجو مو قادرة إني أوصل لهذه المرحلة فبقدر. بس بيجي الإيمان هون، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، معناه طالما أنا بدي أنظر للحياة من منظور إيماني حق حتى أقدر إني أحصل على الإطمئنان والسكينة اللي ربنا يوعدني أن ينزلها علي، فساعتها أنا بستشعر الحق فبطلبه. ولما أطلبه من آمن بالله يهدي قلبه. فأنا لما أقول يا رب اهدني إلى الصراط المستقيم، استشعرها، ما تحكيها ببغاويا، لأنه ربنا بيستحي من عبده. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فاسم القريب يعني أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، اشترطها بأن تطلب منه. بس الدعوة مش معناه آه والله دعيت طول نهارني أدعي، لا، أنت بيكون عندك عزيمة بدك تعزم أصحاب،
بترتب، تلبس أحسن ما عندك، بتحط ما من الطعام، فكيف أنا بدي أدعي رب العباد عندي؟ فيجب أني أكون في حالة نفسية وإيمانية واجتماعية واقتصادية مريحة حتى يقبل الدعوة. لأنه أنا إذا مالي حرام كيف بدي أقول له يا رب؟ أول شيء بدي أطهر، بدي أتوب عشان يرجع، لأنه أنا بس أقول يا رب هو رح يجي، ما رح يستنى، بس بده يحس إنها طالعة من قلب سليم. أكيد. فنحن هاي الكورونا أتت حتى ننظف هذا القلب وحتى نعيد أولوياته وحتى نرجع إلى الأساسيات في الحياة. وآخر السورة يأتي وتواصوا بالصبر. طبعا أنا لما أجي أشوفك إنك معجوقة كتير، ما بيصير أجي أتوقع إنه دينا هلأ بعد أول درس رح هي رح تقدر توافق وتقبل وتقول خلاص هذا اللي هو أنا اللي بدي أعمله. ممكن تاني تقولي لا والله أنا مش قادرة، أنا الحقيقة ظرفي ما بتستحمل. بتسوكي معلش معلش، إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. الرسول صلى الله عليه وسلم أخذته 23 سنة الرسالة، سيدنا موسى 40 سنة، سيدنا عيسى عليه السلام 33 سنة، فما في شيء يحدث آني، بده وقت. مشان هيك ربنا عارف إنه هذا الوقت بده ياخد. فمشان هيك إذا بدنا نرجع للآية اللي حكينا فيها عن الحياة، لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، إذا قلنا كل مرحلة من هذه المراحل كانت 8 سنين، 8 في 5 40، وإذا بلغ 40 من العمر قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. فعم بيلخص لنا الحياة في 5 سطور. سيدنا، مش عارفة إذا سيدنا علي أو سيدنا عمر، واحد من الصحابة سئل إنه كيف بك لا تخاف، قال لأني علمت 4، علمت أن الله يراني فاستحييت، وعلمت أن عملي لن يقوم به أحد غيري فاجتهدت، وعلمت أن رزقي لن يأخذه أحد مني فاطمأننت، وعلمت أن الموت حق فاستعدت. الله الله، فهذا ما نريد أن نوصله للحبايب. الله يعطيكم العافية. شكرا. ويثبتنا ويهدينا على طاعته وعبادته ويزيدنا من العلم. شكرا يا بسمة، شكرا لك حبيبتي، يعني كل كلامك بلسم لروحنا. الله يسلمك وخليك. شكرا كثير لك. تسلمي حبيبتي. شكرا لك.